أخبار النمسا بالعربية. أخبارنا ليست مجرد أخبار عابرة، نحن نخبركم بكل ما يحيط بكم، ننقلها لكم موثقة من مصادرها. ولأننا نقدر عقولكم، نلتمس الحياد الإيجابي ولا نبتعد عنكم، عن ما تفكرون به وتؤمنون به. سنكون دائما معكم. أنا حسام، قتيبة، بينار، فاطمة، ليلى، هيفا، افتخار، على إنفوجرات النمسا ميديا، لنكتمل بالمعرفة.